يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قول الأشاعرة إن الله عز وجل يرى يوم القيامة ولكن لا يرى في مكان، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، كلام باطل. ما أنا شيء يرى في غير جهة، ما أنا شيء. هم يقولون يرى لا في جهة، يثبتون الرؤية وينفون الجهة، هذا تناقض، لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، والله جل وعلا في جهة العلو بلا شك. نعم.